قطاع التواصل الثقافي بصراحة يعني هو يعد من أكبر القطاعات موجودة بالمكتبة، ومهمته الأساسية هي التواصل، من اسمه التواصل مع الجمهور. التواصل مع الجمهور بجميع فئاته، يعني طفل، نشأ، شباب، كله من ضمن ده، من ضمن أهداف المكتبة العامة ككل، إن احنا نقدر نقدم الثقافة أو المعرفة بشكل مختلف. لأن المكتبة في الحقيقة هي مش مجرد مكتبة اللي موجودة في أذهاننا، إن في كتب، إن حد الزائر بيجي يطلع على الكتب، ولا ده طبعا الهدف الأساسي منها، بس المكتبة في الحقيقة فكرتها أو رؤيتها أو الرسالة الأساسية لمكتبة الإسكندرية هي إعادة بعث الروح الخاصة بالمكتبة القديمة. المكتبة فعلا تعد من أكبر المكتبات في العالم، بالإضافة للقاعة المهولة اللي احنا فيها اللي هي بتعد أكبر قاعة اطلاع مفتوحة في العالم، واللي يمكن الكباستي أو السعة بتاعتها تصل ل 8 مليون كتاب. مكتبة الإسكندرية أيضا تحتوي على 6 مكتبات متخصصة، بداية من النشأ، مكتبة للنشأ، مكتبة للطفل، مكتبة للخرايط، مكتبة لمكتبة طه حسين لضعاف البصر، مكتبة مايكروفيلمية تحتوي على العديد والألاف من الأوعية المكتبية في صورة مايكروفيلم. مكتبة الإسكندرية بتقدم أيضا الثقافة عن طريق أكثر من 17 معرض دائم ممكن تجدهم في المكتبة، منهم 13 معرض فقط للفن التشكيلي، وهي منتشرة في أنحاء المكتبة، بداية من دخول الزائر من مسار الزيارات، لأن احنا عندنا مسارين مختلف، مسار لليوزر أو القارئ اللي احنا بنبعته عن الضوضاء وزحمة الزوار، في المسار الآخر وهو المسار المتاحف والمعارض والفنون. مكتبة اسكندرية هي مكتبة لديها عدد من الموارد الكثيرة، سواء كانت كتب، مصادر مختلفة وتلي المعرفة، مصادر إلكترونية، قواعد بيانات وغيره، كل ده متاح بطرق بقى شتى ومتعددة للباحثين. فيما يخص قطاع البحث الأكاديمي، احنا معنيين جدا ببناء قدرات فكرة مجموعة من البرامج التدريبية. البرامج التدريبية دي بتنقسم إلى جزئين، جزء خاص بمهارات البحث العلمي بشكل عام، فكرة إن أنا إزاي أعمل بحث، إزاي أناقش، أنشر، ما إلى ذلك من التفاصيل، بالإضافة إلى مهارات ومعارف متخصصة، يعني بتحدث عن دارسين للغة المصرية القديمة، إذن هناك تدريبات في اللغة المصرية القديمة، ولو بنتكلم على مثلا باحثين في الدراسات القبطية، إذن هناك يعني تدريب وبرامج تدريبية في هذا المجال. أحد مراكز قطاع البحث الأكاديمي هو مركز دراسات الخطوط، ومركز دراسات الخطوط معني بدراسة جميع الخطوط، تاريخها، تطورها، أنواعها، ومش فقط دراسات الخطوط، وأيضا النقوش برضو بجميع أنواعها، توثيقها، إتاحتها للباحثين، التعريف بيها. الحقيقة يعني في جزء مجتمعي فيما يخص الكتابة وفيما يخص الخطوط مرتبط بفكرة مثلا أن لدينا موقع وتدريبات متعلقة بتعلم الهيروغليفية، فبنوحي يعني بنستفيد استفادتين. الاستفادة الأولى هي إحياء تراثنا وإحياء تاريخنا وهويتنا، ويعني الشباب وصغار حتى المدارس، احنا بنعمل التدريبات دي الحقيقة في المدارس، بنقدر ان احنا نوحي عندهم فكرة الانتماء وتعلم معارف جديدة، أو يعني يطلعوا على حاجات جديدة.